الاقل عشان يتم اختياره بالطريقه الجديده. فنتوقع كلنا ان احنا يعني مع نهايه شهر يوليو الجاي او مع اوائل اغسطس الجاي ان احنا يبقى عندنا تغيير كبير في القيادات الجامعيه. نحاول ناخد برضو اكبر عدد من الاسئله، احنا وقتنا ضيق، بس في سؤال بيقول ما هو موقفكم من اعمال البلطجه بجامعه عين شمس ومضايقات هيئه التدريس؟ الحقيقه دوت موضوع مؤلم جدا، وهو حقيقي مش في جامعه عين شمس بس، انما هو في جامعات متعدده، ويمكن مش كده وبس. يعني الحقيقه يمكن المستشفيات الجامعيه على وجه الخصوص وجهت ب يعني اعمال بلطجه كثيره جدا، لدرجه ان اقسام الاستقبال في جامعات في كثير، اصل عيني، الدمرداش، بنها، المنيا، اسيوط، يعني جامعات كثيره جدا يعني الحقيقه يعني وجهت بمثل هذه الاعمال. ودوت يعني بيرجع طبعا الى حاجتين، يعني او يعني الحاجه الاساسيه ان لما انسحب الحرس الجامعي واصبح ما فيش حرس جامعي، وانا الحرس الجامعي لا لا انا رايي في حرس جامعي ان انسحب فجاه بدون مثلا بدون ما هو ما فيش بديل. يعني هو لما مشي ما كانش فيه بديل، وبالتالي الجامعات يعني حصل فيها فراغ امني شديد جدا. ابتدت الجامعات تعوض الكلام دوت سواء باللجان الشعبيه او من خلال التعاقد مع شركات. طب حضرتك ايه رايك؟ او تعاقد مع شركات. لا انا رايي طبعا ان احنا لابد ان يكون لدينا ادارات امن مدنيه تابعه للجامعات، وفيها ناس قادرين على ان هم يحافظوا على سلامه الطلبه يعني واعضاء التدريس والعاملين، سلامه المنشات، سلامه المعامل. سياده الوزير حضرتك شفت احنا اللي حصل، خليك معايا بس اللي حصل بقى ان احنا قلنا ان واتفقنا على هذا، ومجلس الوزراء وافق على كده، ان احنا كل جامعه بتعمل هيكل لإدارة أمن، بتعين فيه مجموعة من الخريجين شباب مصر الخريجين، والدولة هتمول ميزانية لهؤلاء عشان خاطر يتعينوا، وهيتم تدريبهم في مراكز متخصصة زي مراكز تدريب هيئة الشرطة أو مراكز تدريب ده كلام الحقيقة. وده يعني إن شاء الله على بداية العام الدراسي الجاي هيبقى عندنا إن شاء الله يعني إيه تغطية كاملة للقوات أمنية مدنية داخل الجامعات المصرية. اللي عايز أقوله لك بقى فندم، حضرتك شفت معانا في فيديو أذيع لي طلبة دول طلبة بالمطار ومش عارف ايه ودي جاي ورأسه أغاني بعت الكلام ده مع رئيس الجامعة على طول. يعني كانت أسئلة كتير جدا عن المشهد اللي شفناه في جامعة عين شمس ده، ايه اللي عملتوه، ايه اللي حصل بعد ما هو انا بقول لحضرتك بعد المشهد الغريب على جامعة كبيرة وعريقة زي جامعة عين شمس. لا رئيس الجامعة او إدارة الجامعة اخذت خطوات وتعاقدت مع شركات امن وعينت ناس، انما كل دوت لن يغني على ان احنا ناخد فتره. ما تقدريش في فتره يعني، ما هو حاجه من الاثنين، يا اما ترجعي تاني قوات شرطه ودوت غير مطلوب، ومش غير مطلوب بس، واحنا خلاص يعني صدقنا ان دوت خلص، فاحنا او انك انت تعدي القوات الامن المدنيه بتاعتك، وعشان تعديها انت محتاجه وقت. اللي حصل لما الحرس الجامعي انسحب فجأة ما كانش في بديل مناسب، في ذلك الوقت. ودوت مش في الجامعة بس، يعني ما انت في المجتمع كله النهارده، يعني جات لنا فترة برضو يعني كانت الأعمال البلطجة وما زالت يعني إلى حد ما. عشان نبقى استوفينا يعني اغلب الاسئله اللي جات لنا، في سؤال مهم جدا عن جامعه النيل ومستقبل جامعه النيل في الفتره اللي جايه. رؤيه سيادتك لمستقبل جامعه النيل شكله ايه؟ شوف حياتك، جامعه النيل يعني جامعه مصريه، واخد بالك، وجامعه النيل وانا كوزير تعليم عالي وبحث علمي، لان جامعه النيل جامعه اذا كانت بتعلم انما هي اساسا جامعه بحثيه، وجامعه من الجامعات اللي احنا نرغب ان يبقى عندنا عده جامعات زيها. جامعه غير هادفه للربح، يعني ما فيش حد بيكسب من وراها فلوس،
مش يعني حتى تختلف عن الجامعات الخاصه الاخرى اللي غير هادفه اساسا للربح، غير هادفه للربح، بتقدم خدمه بحثيه وخدمه تعليميه معقوله. وبالتالي انا دوري كوزير تعليم عالي ان انا احافظ على هذه الجامعه واطمئن الى انها سوف تستمر في اداء رسالتها على الوجه الاكمل. جامعه النيل بتواجه بظروف صعبه نظرا لان لبعض الممارسات اللي تسببت في هذا، ومش هدخل فيها لانها دوت ماضي. المهم عندي النهارده ان انا احافظ على هذه الجامعه، وانا بطمن القائمين على الجامعه وبطمن ابنائنا الطلبه اللي موجودين في الجامعه وبطمن اعضاء التدريس اللي موجودين ان احنا بنتفاوض في عدة أمور وهم يعلموا هذا دلوقتي في سبيل الحفاظ على الجامعة وعلى مقاوماتها المادية اللي هي ممكن أنها تستخدمها. تمام. حضرتك في أول يعني تصريحاتك في الوزارة الجديدة أنك لن تقبل أي فساد. تمام. في الوزارة. يعني الوقت للكشف عن أي أمور فساد، ما يخص هذا التصريح ووصلته فيه لفين، وحضرتك يعني شايف الامور ازاي بعد في حاجات توليت الوزاره؟ لا في حاجات طبعا، خصوصا فيها. يعني ان حضرتك يعني المقعد ده لتاني مره يعني لا في حاجات يعني في حاجات كتيره، بس يعني مش يعني عايز اقول لك ايه برضو، يعني كل واحد بياخد اجراءات معينه وبتتم، مش لازم تعلني عنها يعني. انما زي ما بقول لك ان طبعا كان في بعض الممارسات في بعض الاجهزه وبعض اللي هي يعني ما كانتش يعني سليمه، ويعني اخذنا ضدها معاها اجراءات معينه واوقفناها وبنصلح المسارات في عده امور كثيره. ودوت يعني عايز اقول لك ايه، قد يكون موجود بقاله سنين وكل حاجه، انما ما كانش الناس بتظهر هذا. النهارده اصبح عندنا يعني قدره اكثر كشعب على ان احنا نقول ونعبر ونوضح الحقائق، وبالتالي بقى سهل عليا كصاحب قرار ان اعرف فين الخطا وفين الفساد موجود واقدر اوصل له وامنعه. تمام. واخر حاجه قبل ما نختم هذا الحوار، زي الطالب الجميل اللي شفناه دلوقتي عمر عثمان، ازاي ممكن نكتشف ناس وشباب عندهم كل هذا العلم وكل هذه الموهبه بشكل كده اسرع، علشان يعني يبقى عندنا عمر عثمان تاني وتالت ورابع؟ زي ما انت بتقولي، احنا مصر بلد يعني ولاده زي ما بيقولوا حقيقي، والمواهب كثيره ومتعدده، ويمكن يعني ما فيش بلد زي مصر في هذه الامور. وانا بتفق معاكي تماما ان احنا، انما جو الحريه هيبين الابداع وهيبين الابتكار اللي موجود في الشباب المصري والمجتمع المصري. جامعاتنا ان شاء الله هتصبح جامعات حره، زي تجربه الانتخابات الاتحادات الطلابيه اللي تمت بحريه تامه، يعني افرزت ممارسه ديمقراطيه جميله جدا. اعتقد ان احنا لو سيبنا امورنا في كل مناحي الحياه داخل الجامعه، الانشطه الثقافيه، الانشطه الاجتماعيه، الانشطه السياسيه، الانشطه الرياضيه، لو تركنا لاولادنا، يمكن انا يعني لما جولي بتوع اللي مسؤولين عن النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي في المجلس الاعلى للجامعات، وقالوا لي احنا ادي النشاط اللي عايزين نعمله، قلت لهم انا متاسف، انا مش عايزكم تيجوا تقولوا لي ادي النشاط، فضلكم انزلوا للاولاد شوفوا هم عايزين يعملوا ايه وخدوا رايهم، وبعدين حطوا الكلام دوت في برنامج عمل او برنامج نشاط، لان الاولاد دي عندها طاقات وعندها قدرات انت هتستفيد منها كويس جدا. وخلينا بس احنا نبقى مجرد منظمين. كل التوفيق لحضرتك يا فندم في هذه المهمه. سياده الوزير، وزير التعليم العالي الدكتور عمرو عزت سلامه، شكرا لحضرتك. بس معانا تليفون، في تليفون من جامعه النيل.
يعني لسه قايلين لنا حالا دلوقتي ان في تليفون هينضم لينا في ختام الحوار. طيب احنا من جامعه النيل. دكتور عمر مرتجي. عمر مرتجي. مساء الخير دكتور عمر. مساء الخير. اهلا يا باسل. اهلا بحضرتك يا دكتور. انا عاوز بس اتكلم واشكر دكتور عمرو عز السلامة على الكلام اللي قاله، واحنا متاكدين ان في خلال وجوده كوزير الموضوع هيتحل ونعمل في القريب العاجل، لان الوقت مش في مصلحتنا. ويعني هو كان معانا في مجلس الجامعه دي اول ما ابتدت، وانا عارف الشغل اللي بيتم فيها وتقدير له، وامل الموضوع ده يحل قريب ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله دكتور عمرو يتحل قريب ان شاء الله. شكرا دكتور عمرو مرتجي، وشكرا دكتور عمرو عزت سلام وزير التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا نورتنا في مصر النهارده. كان معاك عمرو وعمرو وعمر. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. والفنانه غاده رجب بعد الفاصل.